الوضع في الصفحات الأولى للجرايد بتاعت النهاردة منوع شوية، يعني المانشيتات مختلفة شوية، وخلينا ناخدهم كده من أول جريدة الأخبار اللي بدأ بعنوان مبشر، عنوان من العنوان الحلوة، المشروع اللي كل ما نيجي نتكلم عليه لازم يدينا جرعة أمل وتفاؤل إن في حاجات كويسة بتحصل. إيه الأخبار طالعة بمانشيت رئيسي بيقول بدء التشغيل التجريبي للقناة الجديدة 25 يوليو. والحقيقة إنه المتابع في اللحظة الفترة الأخيرة عن حجم العمل والإنجاز داخل قناة السويس الجديدة أو المشروع الجديد يخليك تحس إنه في حاجة بتحصل، خليك تحس انه المنظومة دي المتكاملة سواء بالشغل على الارض او بادارة المسألة اعلاميا نموذج لازم نطبقه في تفاصيل مختلفة الاخبار كمان اهتمت ان هي تطلع او تبرز التصريحات بتاعت رئيس وزراء ايطاليا لقناة الجزيرة، اللي واضح انه الراجل في التصريح يعني الجزيرة طبعا شمتنا في اللي حصل قدام احد ملحقات السفاره الايطاليه او البعثه الدبلوماسيه الايطاليه في مصر بعد انفجار السياره المفخخه وادت لانهيار اجزاء من المبنى، فراح اتكلم طبعا رئيس وزراء ايطاليا يعني عشان يقول لهم ايوه الارهاب ومصر، فالراجل تقريبا ادالهم كلمه كده كانها على القفا الحقيقه، قال لك انه السيسي الوحيد القادر على انقاذ مصر، وقال انه مصر يعني او ايطاليا تدعم مصر في جهودها في مكافحه الارهاب. ومن ضمن العناوين الثانيه في الاخبار ان الرئيس بيطالب بسرعه الانتهاء من تنفيذ الألف مصنع، والاخبار بتتكلم عن الجدل اللي حوالين قانون عزل رؤساء الاجهزه الرقابيه وده هنناقشه بالتفصيل بعد شويه. وفي اطار متابعه ملف القنصليه والتحقيقات بتقول انه فحص 200 مشتبه به وتفتيش 160 منزلا وشقه مفروشه وحظر سير سيارات الدفع الرباعي بسيناء. واعتقد انه القرار بتاع المهندس ابراهيم محلب ده محتاج يتذاكر، هو يعني الحظر السير ده معناه ايه؟ طب هل احنا متفقين مع الناس في القبائل انه ما يملكوش هذه السيارات بحيث انك لما تشوف سياره تضربها على طول ولا ايه؟ ما احنا بنشوف اللي بيحصل. الحاجة التانية في خطة الأخبار بتتكلم عنها لاصطياد الإرهابيين المختبئين وسط الأهالي في البؤر الإرهابية، وأعتقد إن ده واحدة من أهم الحاجات اللي لازم تحصل في سيناء في الفترة اللي جاية. بعيد بعيد عن الوطن أو نروح للصفحة الأولى من جريدة الوطن، الوطن مهتمية شوية بقى بموضوع البرلمان وبتقول إن السيسي يطلق ماراثون البرلمان خلال الساعات القادمة. الوزير عادل لبيب انتخابات مجلس النواب قبل نهاية 2015 وإن اللجنة العليا خلاص تبدأ الإجراءات في أغسطس اللي جاي، وجايبة تصريحات على لسان والدة المحامي الضحية، الشرطة بتفتري يا سيسي والمحامين يبدأون إضرابا جزئيا عن العمل، والجمل المحامي المصاب بيقول الوطن هجيب حق بالقانون، المتهم فوجئت باستغاثة فأطلقت النار، ده المتهم ده اللي هو أمين الشرطة. وبتتكلم برضه في موضوع القنصلية بتقول النيابة بتواصل فحص كاميرات القنصلية وإن الأمن يبدأ البحث عن رقم شاسيه السيارة المفخخة. الأهرام بتتكلم على إنه الرئيس بيحذر من تردي الأوضاع في اليمن وعدم التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الإرهاب، بينما اليوم السابع كانت برضو عندها نفس الاهتمام بقضية القنصلية الإيطالية أو المبنى الملحق بالبعثة الإيطالية، وبتقول إنه التحقيقات توصلت مبدئيا كده وأوليا اللي فيه ثلاث شباب فخخوا سيارة اللي انفجرت في وسط البلد خلال ثلاث دقايق، والكلام ده حصل وقت السحور. وبتتكلم على الأزمة اللي ما بين أو بسبب المحامي المصاب، وإنه إزاي بدأت مظاهرات المحامين تاخد شكل غاضب، وإن النقابة علقت العمل في محكمة مدينة نصر ومحكمة أبو حماد. ده أبرز العناوين اللي موجودة في الصحيح.